أجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع مجموعة من مشايخ وعواقل سيناء. طبعا اليوم نحتفل بسيناء، والاحتفالية ذي طبعا كل أبناء جنوب سيناء بيحتفلوا بهذا العيد الكريم. فطبعا جنوب سيناء ذي ما جتش بالسهل، إلا التحام مع قوات المسلحة ومع أبناء المجاهدين، والمجاهدين بحقيقة عملوا مجهود مع قوات المسلحة، لأن ثقتنا كبيرة في القوات المسلحة نحن أبناء جنوب سيناء. فكانت جنوب سيناء ذي صحراء، واليوم أصبحت يعني المباني، وشوف الطرق والكباري وتطوير في المدارس وتطوير في المستشفيات، وفي مضمار هجن بحقيقة مضمار الهجن في شرم الشيخ في مدينة السلام مضمار عالمي. فطبعا جنوب سيناء صارت في صدارة العالم. تضحية رجال القوات المسلحة والشرطة ده حاجة محترمة، نموذج. وإحنا عندنا أبناء أحفاد المجاهدين، المنظمة اللي تأسست سنة 1968 منظمة المجاهدين، دي عددهم كان حوالي 1125 مجاهد. أبنائهم هم اللي كانوا من أبناء القبائل اللي واقفين جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة ضد عناصر الإرهاب والتطرف، ودي حاجة بنتشرف بيها كأبناء قبائل كلنا، يعني حاجة محترمة. وبخصوص الشهداء قوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء القبائل، احنا بنترحم عليهم في عيد القوم بتاع المحافظة، وكل التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء قبائل المحترمين الشرفاء.